قال وزير الداخلية مجدي عبد الغفار إن الإرهاب أصبح مشكلة يعاني منها العديد من دول العالم، وهو ما يستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة ذلك الخطر الداهم. وأوضح عبد الغفار خلال استقباله أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الأمريكية بمصر حرص الأجهزة الأمنية المصرية على الارتقاء بمختلف الخدمات الأمنية التي تقدم للمستثمرين في أنحاء الجمهورية، فضلا عن الاستعانة بأحدث التقنيات المتطورة في هذا الصدد. من جهتهم قام أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بشرح طبيعة مهمة بعثة طرق الأبواب المزمع القيام بها في إطار توسيع التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة.